سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا شيخ نبغى نتعرف على الرزاق أكثر. الله أكبر. قال الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. أزيدك من الشعر بيت: كلنا على يقين ونعرف بأن الرزاق من الله سبحانه. الرازق من الله. بل والله أن الله سبحانه وتعالى الله وصف نفسه جل في علاه في كتابه الكريم بأنه خير الرازقين الله في خمس مواطن. في خمس مواطن في القرآن الله سبحانه وتعالى وصف فيها نفسه بأنه خير الرازقين الله جل في علاه. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا الله أكبر. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين. أبو تميم، سئل أحد السلف: يا شباب، سئل أحد السلف لماذا سمى الله جل وعلا نفسه بخير الرازقين؟ انظر ماذا أجاب. فقال: سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بخير الرازقين لأن الله عز وجل يرزق الكافر من نعم الله عز وجل ويجعله يتقلب في نعم الله صباح مساء. لأن الله سبحانه وتعالى يرزق المنافق ويجعله يتقلب في نعم الله جل وعلا صباح مساء. من أجل ذلك سمى الله جل وعلا نفسه بخير الرازقين. قال الله جل وعلا: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبحان الله. تعالوا اسمعوا معايا.